السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين وزوار قناة المحسنات. فاز الحلقة الجديدة، فاز الحلقة إن شاء الله نتعرف أياكم على واحد من بين أفضل التطبيقات التي أطلقتها شركة جوجل، تطبيق فوتو سكان، تطبيق رائع جدا يسمح لك بعمل سكان أو المسح الضوئي لكل الصور أو الوثائق الخاصة بك بجودة عالية جدا. يعني في حالة ما إذا كنت تريد عمل يعني سكانر أو مسح ضوئي لأي صورة أو وثيقة ولم تجد جهاز المسح الضوئي، يمكنك الاستعانة بهذا التطبيق الرائع من طرف شركة جوجل، تطبيق فوتو سكان. هذا التطبيق حصل على العديد من التقييمات كرائع جدا، التطبيق متاح لهواتف الأندرويد وكذلك هواتف الآيفون أو الأيو أس. ما عليك أن تقوم بالضغط على الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو إن شاء الله، تقوم بتحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف الخاص بك سواء هاتف الأندرويد أو الأيو أس أو الآيفون. بعد أن تقوم بتحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف الخاص بك، استعمال التطبيق سهل جدا، يكفي فقط أن تقوم بفتح التطبيق. هذه الواجهة الخاصة به، أقوم الآن بفتح التطبيق وأتوجه إلى الوثيقة أو يعني الصورة أو التي أريد أن أعمل لها مسح ضوئي أو سكان. الآن التطبيق موجه نحو الصورة أو عفوا إلى البطاقة الخاصة بي التي أريد أن أعمل لها مسح ضوئي. الآن أقوم بالتركيز على البطاقة بشكل جيد حتى تظهر بشكل جيد. الآن أقوم بالضغط على زر التصوير هكذا. الآن بعد أن تظهر لك هذه المربعات، يأمرك التطبيق ب يعني تركيز الكاميرا على يعني كيف سوف أقوم بالتعبير عليها، أطراف الصورة. أقوم الآن بإعادة التصوير هكذا، أنتظر قليلا. الآن أقوم بتحريك الهاتف إلى الأطراف هكذا، ثم أعيد إلى الطرف السفلي، الطرف الأيسر هكذا، ثم إلى الطرف العلوي. هكذا تم عمل سكان للبطاقة الخاصة بي. الآن نذهب إلى الصورة ونرى كيف سوف تظهر لنا. الآن وبعد انتهى التطبيق من عمل سكان للصورة، هذه هي الصورة، هذه صورة قمت بأخذها قبل تصوير هذه الحلقة، وهذه الصورة التي عملتها الآن. كان هذا بالنسبة لي بطاقة خاصة بي. أقوم الآن بتجربة صورة ورقية. أقوم الآن بوضع صورة ورقية خاصة بي وأقوم بالتجربة عليها. هذه هي الصورة. أعود الآن إلى التطبيق، أقوم الآن بتركيز الهاتف على الصورة حتى أقوم بعمل لها مسح ضوئي هكذا. عفوا حدث مشكل، أقوم بإعادة الدخول إلى التطبيق ثم أضغط على زر التصوير هكذا. قمنا الآن بعمل مسح ضوئي للصور الورقية، يعني حتى الصور الورقية عفوا يمكنك أن تعمل لها سكان من انطلاقا من هذا التطبيق. الآن نذهب إلى الصورة، هذه هي الصورة، تم عمل لها سكان بجودة عالية جدا وكأنك قمت بعمل لها مسح عن طريق الماسح الضوئي أو جهاز سكانر.
هذا التطبيق إن شاء الله تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو لا تقوم بتحميله. إلى هنا كن قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى من صميم القلب أنها قد نالت إعجابك. لا تنسى لايك للفيديو ومشاركته ليستفيد الجميع، وإذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة المسنات الرجاء الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب لتنضم إلى أزيد من 2000 متابع، وهذا يحفزنا دائما لنأتيكم دائما بالجديد. كما أنه يمكنكم الولوج إلى موقعنا الرسمي المهووس نات، سوف تجدون العديد من التدوينات في مجال التقنية، سواء الربح من الانترنت، تطبيقات الهواتف، وكذلك برامج الحاسوب والعديد من التدوينات الأخرى المهمة. ولم يبقى لي سوى أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.